سيادة المحقق قل له ما يلمس أغراضي، بس أنت وعناصرك اللي بحق لكم تفتشوا غرفتي وفتشتوها. هو ما بحق له. لو سمحت شوفها أستاذ. أنا بعطيك الإذن، فيك تشوفها أنت. معقول؟ هاي الوراقة الأصلية؟ حضرة المفتش، هدول هن ورائي، هدول وراق الملكية الأصلية يلي كانوا معي. يعني شكوكنا طلعت بمحلة، يلي كان سارق هدول الوراق هو بريد في مال هوترا. شو هالحكي؟ طلعت واحد حرامي. أول مرة بشوف بحياتي هدول الأوراق. صدقني ما بعرف مين اللي حطهم بغرفتي، وهي العكازة مو لإلي كمان. صدقني أنا متفاجئ وما بعرف كيف وصلت على غرفتي أصلاً. أنت قلت إنه كل الأغراض الموجودة بالغرفة لإلك، وهلأ عم تغير أقوالك؟ أنا كنت عم بحكي عن أغراضي اللي بعرفها، بس صدقني هاي العكازة مو لإلي، وما بعرف كيف هالأوراق وصلوا لعندي. أنا ما عملت شيء، أنا بريء. يلا اعتقلوه. ماما بترجاكي وافيهم. أنا ما عملت شيء، ليش بدكم تعتقلوني؟ سيد بريد في امشي معنا. عم قلك هاي العصاية مو لإلي، أنا سوي شيء، أنا مو مساوي شيء لتعتقلوني. سيدي أنا بريء. بريء. هاتي حاشير ذوق بسرعة. لا تاخذوني. أنا مو عامل شيء. إذا بتريد امشي معنا تعاون معنا. يلا يلا خلصنا. تركوني انا ما دخلني. عمل لك امشي معنا. ما عملت شي عملكم. خلص حاجتك امشي بقى. سمعتوا؟ امشي قدامي يلا لشوف. سمعتوا؟ اتركوا لا تخرجوا. عمل لك امشي معي. ولا صوت. مو معقول بريدفي المحتال الداهية انكشف. بريدفي كان هو العقل المدبر، بس اذا هو انكشف نحن شو رح يصير فينا بعدين؟ ألف مبروك بريتا. مو هيك كان بدك؟ إنه يعتقلوا زوجي وياخدوه على السجن ليفضلك الجو، مو هيك كان بدك؟ ليكن اعتقلوه؟ شو انبسطتي هلا؟ هو الشيء الوحيد اللي عايشة مشانه والحلو بحياتي، بس أنت حرمتيني منه. بتعرفي شو؟ أنا بوقت من الأوقات حبيتك من كل قلبي بريتا، وكنت أتغنى باسمك دايماً، كنت حس إنك قطعة مني، بس هلا لا. أنا بكرهك، بكرهك بريتا. بريتيكا بكفي كارن، بكفي. أنت كمان شو صاير لك؟ هي مو بريتا اللي منعرفها، هي حدا تاني تماماً. كيف قدرت تعمي عيونها؟ هي مو نفسها بريتا. طلع فيها منيح. على أساس أنتوا عائلتي؟ ليه ما حدا فيكن عم يفهمني وحس فيني؟ ليه ما عم توقفوا معي؟ ليه كلكن ضليتوا ساكتين؟ فهموني ليه؟ كاتيكا،
ريتيكا! ريتيكا! سيد كاران لوترا، لازم تجي معنا على قسم الشرطة، لأنه أنت اللي حكيتنا وقدمت بلاغ جديد، لهيك لازم تجي معنا مشان توقع على الشكوى تبعك. طيب مدام بريتا لوترا، انتبهي منيح أوراقك لأنه في احتمال ينسرقوا مرة تانية. ايه أكيد، أنا رح انتبه عليهم منيح وحطهم بمكان آمن. شكراً كثير حضرة المحقق، أنتوا ساعدتونا كثير. طيب، تفضل. كاران ساعدني بهالشي بدون ما أطلب منه، وما قال لي، ضل واقف جنبي، وأنا كل ما أكون واقعة بمشكلة دايماً بلاقي واقف جنبي. بريتا! بريتا! أنا ماني مصدق إنه نجحت الخطة تبعك، قصدي أنت قديش صار لك ناطرة هاللحظة يلي يطلع فيها بريتفي من البيت لترتاح عيلة لوترا من مشاكله كلياتها، وبالآخر أنت عملتي يا أختي. حاسة إني ما عم بقدر أتنفس من السعادة. نحن قديش صار لنا عم نحلم إنه نقدر نتغلب على بريتفي، بس هالمرة ما نفع. يعني يلي كان حلم هلأ اتحقق وصار حقيقة. قدرنا نطالع بريتفي برات البيت وقدرنا نرتاح منه كلياتنا على الآخر. بريتا اسمعيني، أنا ما عم جاملك، بس من دونك ما كان زبط شي، هاي الحقيقة. لا شريستي، أنا ما عملت هالشي لحالي. الحقيقة كاران ساعدني وشال حمل كبير عني. شو عم تحكي بريتا؟ كاران كان واقف معك؟ قصدي هو ساعدني بدون ما يحس. الحقيقة أنا كنت مخططة لهالشي. اسمعوا، أنا رح أحكي لكم كل شي بالتفصيل. حكيت قدام العيلة إنه المحامي رح يجيب لي الوراق من البنك، وتمنيت إنه يسرقون بريتفي مشان نقدر نلاقي سبب ليعتقلوا الشرطة. بس الخطة يلي رسمتها ما كانت رح تنجح لو ما كاران قدم بلاغ ضد بريتفي، وكان ممكن ينفوت بعملته لو إنه كاران اتهم شخص بريء. بالنهاية هو اللي اتصل بالشرطة، هو خلاهم يقبضوا على بريتفي، لهيك الفضل بنجاح الخطة هو لكاران مو لإلي. هو كان عنصر أساسي بس ما حكى ولا كلمة، كان قاصد يساعدني ويوقف جنبي. أنا تأثرت، صهري مو بس ذكي كتير، هو عبقري وتخطى حدود الذكاء الطبيعي. وكمان أنتي كمان مو قليلة، فكرتي وقدرتي تطالعي بريتفي مع الهوترة، ولهيك أنا بحبك. أنتي أحلى أخت بالعالم كله بريتا، بحبك كتير. وأنا كمان. طيب اسمع سمير، بس بدك تروح توصل شريستي على البيت، خبرني مشان روح معها. شو؟ بدك تروحي على البيت؟ لا مو على البيت، بدي روح على قسم الشرطة. ليش؟ بدي روح مشان شوف بريتفي. لحظة شوي، هو خلص راح، ليش بدك تشوفي هلأ؟ مظبوط، خليه بعيد عني. لا تقلقي، لسه في حكي بدي قلو ياه لبريتفي، خبيته لتجي هاللحظة. شيرلي، قليلي أنت منيحة؟ ناتاشا، أنا ما بوثق بحدا بهالعيلة غير فيكي. ناتاشا، بريتا بالآخر نفذت يلي قالته. أنا سمعتها قالت لبريتفي إنه ناوية طالعنا أنا وياه، بلشت فيه وراحت سجنته. ليكي انتي هلأ إذا بتفكري بالقصة منيح تعرفي إنه هي خططت لكل شي، جابت الوراق وتركتهم بالبيت قصداً، ورسمت مخطط، كل شي كانت عم تعمله كرمال حدا فينا يوقع بالفخ تبعها. وبريتفي يلي وقع، هي خططت تصير السرقة بالبيت، وبعد ما صارت ورطت بريتفي لحتى ينسجن. لو سمحتي بدي ترك.